أعزائي المشاهدين، مساء الفل عليكم. إزيكم وعاملين إيه؟ لما تيجي بقى شركة فيفو تقدم لك إمكانيات وتليفون روعة قصاد سعر قليل، تبقى هي دي شركة تستحق الاحترام. الفيفو الواي 300 اللي معانا النهاردة أو الواي 300 البرو بيقدم لك المواصفات الروعة في التليفون دوت. تليفون شيك في التصميم والديزاين، شاشة روعة، كاميرات بيرفكت قوية بوم البوم زي ما بيقول، شحن سريع وبطارية كبيرة، معالج قوي بتاع ألعاب ويستحمل معاك ضغط الشغل، يكفي إن الكاميرات الخلفية بتصور بكفاءة 4K. كل ده بيديهولك بسعر مناسب جدا، يمكن أقل كمان من الإمكانيات قصاد المنافسين اللي موجودين دلوقتي في السوق. هنستعرض النهارده مع بعضينا التليفون ده، هنشوف أخبار الشاشة بتاعته إيه، الكاميرات، المعالج، البطارية، الشحن السريع، الذاكرة إلى آخره من إمكانيات ضخمة في التليفون ده. وفي آخر الحلقة بقول لكم طبعا البريف المختصرة بتاعتنا عشان سلبيات وإيجابيات التليفون تبقى عند حضراتكم، وفي نفس الوقت السعر عشان يبقى عندكم علم بكل شيء. هنشوف نقاط الضعف والقوة للتليفون ده ونقف على سلبياته وإيجابياته زي ما أنا بقول في كل حلقة. القناة يا جماعة مهم جدا اشتراك حضراتكم في القناة وتفعيل زر الجرس. يلا مع بعض نستعرض التليفون الأكثر من رائع اللي من شركة فيفو، وهو الفيفو الواي 300 او 300 البرو الجديدة بتصميمه الروعة اللي جاي معاه كمان. انا اخوكم اشرف عرفان ودي قناتكم انتم، قناة ثاندر ليجند. يلا بينا. اعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم اخباركم ايه، يا رب تبقوا بخير. اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر للتكنولوجيا والمعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. بصوا يا جماعه كده مبدئيا، سعر التليفون ده لو بحقه حقيقي زي ما هتسمعوه في اخر الحلقه مع امكانيات التليفون ده، هي بصراحه شابو لفيفو وشكرا جدا، مش عايزين حاجه اكتر من كده. سعر قليل جدا قصاد امكانيات ضخمه هنستعرضها دلوقتي حالا واحنا بنراجع التليفون مع حضراتكم. قبل ما ابتدي اراجع مش هنسى افكركم اشتراك في القناه لو سمحتم، تفعيل زر الجرس والتفاعل الحلقه عشان تعلى في خوارزميات اليوتيوب. يلا بينا نراجع الفيفو الواي 300 او 300 برو الجديد. يلا بينا. كعادتنا في مراجعه التليفون، التليفون في مقاييسه وشكله وحجمه مستطيل الشكل مع دائريه الحواف وحديتها، البيزلز بسيطه جدا في كل الحواف، الكاميرا السيلفي في المنتصف في الاعلى، اما من الظهر فالظهر جاي من الاطراف كلها عباره عن بومبي بسيط مع الاطراف، كلمه فيفو بالعرض في الاسفل، في الاعلى في المنتصف دايره كده بارزه اللي فيها الكاميرات وفيها الفلاش. التليفون اعلن عنه في 5 سبتمبر 2024، طرح للبيع في 14 سبتمبر 2024. ابعاد التليفون الطول في العرض في السمك 163.4 في 76.4 في 7.7 ملم، يعتبر رفيع جدا. اما بالنسبه للوزن المقدر ليه فهو 194 جرام. التليفون بياخد شريحتين من النوع النانو، ولكن ما بيدعمش الاي اس اي ام او الالكترونيك الاس اي ام. بيجي بمعيار الاي بي 65 او 65 المضاد للاتربه ولرذاذ الماء. اما بالنسبه للشاشه، والشاشه بصراحه هي فعلا تحفه جدا، لان امكانياتها كالاتي: من النوع الاموليد مليار لون، الريفرش ريت بتاعها 120 هرتز، ومعدل عينه اللمس 3600 هرتز. اما بالنسبه للنتس فتخيل ان التليفون ده النتس بيوصل ل 5000 نتس، اعلى سطوع شاشه تليفون حتى الان. نسبه الاستحواذ 6.77 انش، مع نسبه استحواذ 88.8%، وريزولوشن شاشه 1080x2392 بكسل، كفاءه بكسات 388 بكسل لكل انش، يعني برضو درجه تشبع الوان حلوه جدا. طبعا بيدعم الاولويز ان ديسبلاي ومحمي بطبقة الحماية الخاصة الكريستالي الخاصة بفيفو. أما بالنسبة للسيستم فالسيستم بيجي من الأندرويد 14 مع الأورجن الأو إس 4، الواجهة بتاعته المعروفة. البروسيسور أو المعالج بتاع التليفون ده من شركة كوالكوم سناب دراجون، من النوع السادس أو الجيل السادس من الجيل الأول،
او سناب دراجون 6 الجيل او الجين 1 والمعتمديه بتاعته 4 نانومتر، وده اوكتا كور او 8 انويه. الاربع انويه الكاستم او الاقويه فيه بقوه 2.2 جيجا هرتز كورتكس A 78، ده المسمى بتاعها. اما الاربع انويه الموفره في الطاقه فبتيجي بقوه 1.8 جيجا هرتز كورتكس A 55، ده المسمى بتاعها. التوليفه الروعه دي بيدعمها كارت جي بي يو او رسومات من نوع الادرينو 710. وللاسف التليفون ما بياخدش كروت ميموري، ولكن بينزل بذاكره اما 128 او 256 او 512 جيجا بايت من نوع اليو اف اس 2.2 المتاخره، حاجه بسيطه. اما بالنسبه للرامات فالرامات من نوع ال بي ال دي دي ار ال 5 اكس بتنزل اما 8 جيجا بايت رام مع 128 و 256 او 12 جيجا بايت رام مع 256 او 512 حسب اختيار حضراتكم. الكاميرات الخلفية كاميرتين أقوية، الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بيكسل فتحة عدسة 1.8 بالدعم البي دي اف، أما الكاميرا الدبث أو العزل فبقوة 2 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.4 بيدعمهم ال اي دي فلاش بدعم تصوير اتش دي ار بانوراما، أما تصوير فيديو فيوصل بقوة 4 كي بي فريم 30 فريم بير سكند. الكاميرا الأمامية روعة 32 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.0 بالدعم تصوير فيديو لغاية 1080 بيكسل بفريم 30 فريم بير سكند وبالدعم ال HDR. دي اللي كانت ينقصها ان هي تبقى 4 كي بس يعني. اما بالنسبة للصوتيات، الصوت بصراحة في التليفون ده مونو من الاسفل، لكن ما فيش مكان لتركيب الجاك 3.5. اما وحدات الكوميونيكيشن الواي فاي باحدث حاجة ودول بند، البلوتوث بفيرجن متأخر 5.1، الجي بي اس دول بند، الان اف سي مش موجود، الانفراد هو اللي موجود، والراديو مش موجود، واليو اس بي من نوع تايب سي 2.0 وبيدعم الاوتو جي. بصمه التليفون ده اسفل الشاشه اوبتيكال، وفي جميع السنسورز الموجوده في جميع التليفونات. بطاريه التليفون دي كبيره جدا لانها بتيجي، واول بطاريه تيجي بقوه 6500 ملي امبير من نوع الليثيوم مع شحن سريع 80 واط، بيشحن من الزيرو ل 100% تقريبا في 45 دقيقه، وده رقم قوي جدا على التليفون دوت. وطبعا في شحن عكسي 10 في شحن عكسي 10 واط، وده عن طريق الورد او عن طريق الكيبل. التليفون بينزل منه الوان اما الاسود او اللون اللبني او الاوشن بلو اللي بيسميه الاوشن بلو، والتيتانيوم والابيض. اما بالنسبه لسعره فسعر التليفون ده وقت تسجيل الحلقه 230 يورو، يعني احنا بنتكلم في المصري 12300 جنيه تقريبا او 400 جنيه تقريبا، وعلى فكره ده رقم قليل جدا قصاد الامكانيات الضخمه اللي بيقدمها التليفون ده من حيث الشاشه والكاميرات وامكانيات التليفون في المعالج والبروسيسور. طيب سلبيات التليفون، التليفون عيبه انه ما بياخدش الكترونيك او الاي اس اي ام، عيبه انه ما بياخدش كارت ميموري، بينزل بذاكره 2.2 مش 3.1 او النوع بتاعه 3.1 يعني، ودي عيبها اللي هي اليو اف اس 3.1، انما هو بينزل باليو اف اس 2.2. الكاميرا الاماميه ما بتسجلش فيديو بقوه 4 كي، ودي حاجه برضه غلسه. ما بينزلش ستيريو، بينزل مونو. وحدات الكوميونيكيشن بتاعته ضعيفه شويه، يعني البلوتوث بفيرجن 5.1، كنا عايزين يبقى اقوى من كده 5.3 على الاقل. ما عدا ذلك التليفون بصراحه بيوفر امكانيات ضخمه، اولهم واهمهم الشاشه والبطاريه الروعه، بطاريه كبيره تكفيك اكتر من يومين، وشاشه رائعه فعلا قويه بتادي الغرض بتاعها، زائد المعالج الروعه اللي من شركه كوالكوم سناب دراجون. مجموعة كده توليفة روعة من التليفون ده، وصد سعر قليل فعلا يستحق التجربة ويستحق انه يتراجع. لغاية ان احنا وصلنا لنهاية الحلقة، يا رب تكون المعلومات فضت حضراتكم. مش عارف افكركم يا جماعة الاشتراك في القناة لو سمحتم، وتفعيل زر الجرس، والتفاعل على الحلقة عشان تعلف خوارزميات اليوتيوب. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، وسلام عليكم.